السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم منى من قناة مسلم كوينز باللغة العربية. جيتكم اليوم باش نوريكم مفضلاتي للشهر سبتمبر. اول شيء مفضل عندي في هذا الشهر، استعملته بزاف بزاف بزاف، هذا القلم الكحل، القلم الاسود للعينين، كحل من ماركة ميبلين نيويورك، كولوسال كاجال. شريته من البلاد، من الجزائر. السعر تاعه ماش باهت بزاف، ولكن من اروع ومن احسن المنتجات اللي استعملتها، الاقلام السوداء اللي استعملتها باش نكحل عينيا. الحاجه اللي تعجبني فيه بزاف، كي نحطه في العين من الداخل ما يسيلش كاع النهار، يبقى ثابت، ما يطيحش، ما يسيلش. رائع، اكثر من رائع، ننصحكم به. على النوعيه، على الجوده تاعه، وكذلك على السعر تاعه. تاني شيء مفضل عندي هذا الشهر، عندي هذا الكوريكتور تاع ليسيرن لمسح الهالات السوداء. اون فادير، اسمحوا لي العربيه تاعي، يعني عاد باديه شويه لي فيديو بالعربيه، هذه نجمو نقولوا اول فيديو ليا بالعربيه. ان شاء الله نحاول نقرب لكم بقدر الامكان اللهجه تاعي باش كاع البنات اللي في الوطن العربي يقدروا يفهموا عليا ان شاء الله. استعملته هذا الشهر، شفت بزاف البنات يستعملوه في اليوتيوب، وقلت علاش انا ما نستعملهش، نجربه، على خاطر انا عندي دائما نستعمل ماسح الهالات السوداء من ماك، ولكن هذه المره قلت ندي واحد، نستعمل واحد اقل سعرا لارخص شويه ويدير عمل. اليوم استعملته هو كما راكم تشوفوا، عجبني بزاف، وبالاكثر عجبتني هذه الاسفنجه اللي راني مستعملتها هنا. اللون اللي استعملته بيج نو، ما نش عارف اسمه بالانجليزية، ولكن هو الرقم 20. اذا قدرتوا تستعملوا هذا ننصحكم به 100%. ثالث منتج اللي ننصحكم به هذا الشهر، ما نش عارف اذا نقول عليه توب ولا فلوب، هذا المنتج من ماركة نيونسيام. نيونسيام ماركة عرفت عليها لما كنت في الجزائر في الميتاب، هداوني مجموعة من المنتجات، وهذا اول منتج نستعمله. ممكن نعمل لكم فيديو خاص على الماركه، على كل المنتوجات تاعها، ولكن هذا المنتج سيت ان فلويد ماتيفيون، يعني عمله انه البشره ما تكونش دهنيه، ما تكونش فيها لمعه. ما لاحظتش هذا الشيء للاسف. نفضله لانه يرطب الوجه جيدا، ريحته مليحه، الملمس تاعك مليح بزاف، ولكن العمل اللي لازم يقوم به ما يقومش به بالضروره. ما نحسش باللي استعملته مرتين وفي كل مرتين ما غيرتش الروتين تاعي اللي وضع كريم الاساس او المكياج، ولكن لاحظت في اليوم باللي كاين منطقه، هذه المنطقه هنا تي تلمع شويه، فيها لمعه، ما لاحظتش انه دار، ما لاحظتش باللي دار العمل تاعه كما يلزم. شيء اخر ننصحكم به هذا الشهر، وهو من مفضلاتي في هذا الشهر، رحت تسوقت في بريمارك، وبتعرفوا بلي بريمارك الاسعار رائعه جدا. شريت هذا طلاء الاظافر نيل بوليش من بريمارك، هادو يجو علبه فيها اربع الوان مختلفه لطلاء الاظافر. العلبه سعرها 2.5 أورو، كاين الوان كيما هادي عاديه، وكاين الوان مثل هادي اون فادير ميتاليزي فيها لمعه، وهاد الالوان راها من اخر صيحات الموضه في هاد في هذا الفصل، ننصحكم بها وسعرها رائع، وخصوصا اذا كنتم من الاشخاص اللي ما يحطوش طلاء اظافر يوميا على خاطر على جل الصلاه. ننصحكم ببريمارك على خاطرش القنينه اون فادير العلبه صغيره، القنينه تاع الفيرني صغيره. راني يعني نستعمل كلمات في حياتي ما استعملتهاش، راني نستعملها اليوم، القنينه القاروره تاع طلاء الاظافر صغيره. ننصحكم بها اذا كنتوا من الاشخاص اللي ما يستعملوش بزاف طلاء الاظافر كيما انا على جل الصالات. اختاريت ايضا هذا اللون، يجي وحده سعره اورو واحد، وهذا اللون سي لا كولور اوبرجين، لون اوبرجين باذنجاني، لون رائع خصوصا لهذا الفصل. وبعد ذلك فت الى كيكو، كيكو ماغازان كيكو، تلاقيت هذا اللون اللي راني دايرته اليوم، لون جميل جدا عجبني بزاف.
من مفضلاتي هذا الشهر كاين عطر جديد دخلته الى الكوليكشن تاع العطور تاعي، سوار دوريون من سيسلي او دو بارفان 100 مليلتر. شميته كي كنت رايحه للبلاد في الايروبور في المطار، كي مشيت للبلاد شميت ريحته في المطار وقلت لنفسي ما عندي علاش نشريه، ماشي هذا وقت شراء عطر. كي رجعت لداري في بلجيكا فاجأني به زوجي العزيز، عطر رائع، ريحته كيما نبغيها انا، ريحته شرقيه، ريحته تشبه لريحه العود، ريحه يعني مش عارف كي ندير. اذا عندكم فرصه باش تشموا هذا العطر وباش تجربوه ننصحكم به، اذا كنتم من الاشخاص اللي تبغي العطور الثقيله اللي العطر اللي يبقى قاع يوم كامل او اكثر لملا، ننصحكم به 100%. نفوتوا الان الى مقشر للجسم، استعملته يوميا ما بقاش فيه بزاف، من فيكتوريا سيكريتس واسمه سموثينغ سكراب واش. الرائحة أساي، مهم ريحتها رائعة جدا، ملمس تاعها رائع، يرطب ويقشر وينظف الجسم. مانيش من الأشخاص اللي يستعمل بزاف هذه المنتجات، ولكن هذا بالذات عجبني بزاف. منتج آخر استعملته بزاف هذا الشهر كان عندي من مدة، هدته لي صديقتي، هدت لي نينا صديقتي اللي عندها قناة باللغة الفرنسية، إذا كنتم من الأشخاص اللي يفهموا اللغة الفرنسية وحبيتوا تتبعوا القناة تاعها نحط لكم اللينك في علبة المعلومات أسفل الفيديو. هدتني ثلاث منتجات من ماركة لاش، وهذا الشهر فقط بديت نستعمل، دوك بديت بمنتج واحد حبيتهم بزاف بزاف. صابون مصنوع باليد، طبيعي بيو، ما فيهش بزاف المواد الكيميائيه اكسيتيرا، ما فيهش بزاف المواد الكيميائيه، ما يضرش الجسم، ورائحته رائعه. ننصحكم بالمواد بالمنتوجات لاش، على الاقل لازم تجربوها مره واحده في العمر على الاقل، تختلف عن المنتجات اللي دائما نستعملوها، شيء شويه اوريجينال، عجبني بزاف وننصحكم به. بزاف البنات اللي يعرفوا باللي اللي تابعوني في القناه الفرنسيه، اللي مازال ما يتابعونيش، اللي عاد بادين يتابعوني في القناه تاع اللغه العربيه، نقول لكم باللي انا ما نقلعش، لا ازيل الشعر من وجهي باي طريقه كانت، كل ما اقوم به نفتح اللون تاع الشعر في الوجه فقط. الى حد الان كنت نستعمل منتج من ماركه فيت لتفتيح لون لتفتيح اللون تاع الشعر، ولكن هذا المنتج ما نش نلقاه في كارفور او على امازون، ما نظن بلي ما زادوش صنعوا منه، ما نش عارف علاش. المهم لقيت البديل هذا الشهر، استعملت هذا المنتج بلون دي بيل اللي شريته من كارفور، سعره 9 يورو وشي. هذا العادي، ولكن كاين ايضا بنفس الماركة بدون امونياك لاصحاب البشرة اللي شوية حساسة. استعملته في مكان فيت وما شفت اي اختلاف، نفس السعر، نفس النتيجة، ما فيش تحسس، ما فيش احمرار الوجه، يعني ما حسيتش باللي ضرني ولا نفس الشيء، لكن الكمية أكثر بشوي من المنتج تاع فيت، فيه 75 مليلتر بالنسبة للمنتج تاع فيت فيه 50 مليلتر في كل عبوة. إذا حبيتوا ندير لكم توتوريال على الموضوع طريقة الاستعمال والنتيجة، ممكن ندير لكم هذا، نخص لكم فيديو عن هذا الموضوع بالكامل. نحكوا شوية على الموضة، على اللبس. هذا الشهر زوج أحذية من أحذية سبور لبستها بزاف بزاف بزاف. أول غرض استعملته بزاف هذا الشهر هو لباسكيت، هذا الحذاء من نايك كورتيس، اختاريته من القماش لأنه كان أيضا من الجلد، ولكن أنا فضلت من القماش على خطر كان الصيف وكان شوية الجو حار شوية. رائع جدا، كتير مريح، اللون ما عنديش الأسود وكنت باغية أسود وجبت أسود، يجي برست مع كلش، تقدروا تلبسوه مع فستان يكون شوية سبور أو مع جينز،
حبيته بزاف، خلصته السعر تاعه في حدود 80 أورو، ولكن شفت باللي السعر بدا ينقص، ممكن تلاقوه في بعض الأماكن حتى 50 أورو إذا كان فيه سول. المنتج الثاني حكيت لكم عليه في قناتي بالفرنسية، هو منتج من شركة صينية يصنعوا دي ييزي أديداس، أكيد مش الأوريجينال، لكن الجودة وتخليكم تفكروا بلي أوريجينال. حسيت روحي مرتاحة بزاف في هذا الحذاء، عجبني بزاف اللون، بزاف الناس جاملوني قالوا لي شباب، جايك مليح، في لبسته شباب، عندي معواش نلبسه، عجبني بزاف وننصحكم به إذا كنتم من عشاق الأحذية الرياضية كما أنا وما عندكمش الوقت باش تلبسوا بزاف لي طالون. منتج آخر ننصحكم به، الوغ كاين بزاف البنات اللي سقسوني على الموقع مودانيسا، تمنيت نشري واحد الفستان من السيت مودانيسا قبل ما نمشي للبلاد، لكن مع الأسف لما وصلني كنت متوقع انه يكون للشتاء والخريف. هذا فستان شريته من السيت مسلمة وير. كيفاش تعرفت على السيت مسلمة وير؟ كنت على في السيت مودانيسا، موقع كاع الناس تعرفاه، البنات المتحجبات نظن كاع يعرفوه، موقع يبيع ماركات مختلفة وديزاينرز مختلفين يحطوا المنتجات تاعهم، الألبسة تاعهم، وأنا اخترت من الماركة مسلمة وير. رحت دايركتلي رحت مباشرة للموقع مسلمة وير واخترت هذا الفستان، جاني شوي كبير، كان لازم نختار القياس المعتاد تاعي اللي عادة ناخذه، لكن خديت قياس واحد أكبر، قلت بلاك يكون شوي ضيق، رحت عند التايور الخياط ونقص لي منه بدون أي مشكلة. روعة التصميم، روعة، نوريكم هنايا كيفاش فوق العارضة، كيفاش ممكن أنا ندير لكم فيديو عن قريب على الفستان فوقي. فستان رائع، التوصيل كان في خمس أيام، وصح السعر شوي غالي ولكن الجودة رائعة 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 لواحد ما تقدوش تخيلوا، حتى العلبة اللي يجي فيها رائع، ما نقدش نوصف لكم شحال عجبني. نحط لكم الموقع في الديسكريبشن بوكس تحت الأسفل الفيديو، على خاطر في مسلمة وير السعر أرخص من مودانيسا، وكذلك تلقوا القياس تاعكم أكثر من مودانيسا. مودانيسا عادة القياس يكون دائما ما كانش سايز اس وسايز ام، ما تلقوش بزاف. بالنسبة للبنات اللي سقسوني على الميتاب اللي درتها في وهران، شكون مين جبت الفستان اللي كنت لابساته من عند رجاء كرياسيون. رجاء كرياسيون بنت عمرها 20 سنة، إذا راك تشوف فيها رجاء نسلم عليك بزاف، تعمل عندها أتولي خياطة، تعمل ديزاينز، ستيليست، تخيط وعندها سي بروبر ديزاين. إذا حابين تشوفوا العمل تاعها كيفاش داير، نخليكم اللينك تاع الصفحة فيسبوك تاعها وإنستغرام تاعها، ممكن تراسلوها خاصة إذا كنتوا في وهران تسهل عليكم العملية. إن شاء الله مفضلاتي أول فيديو ليا بالعربية هكا يكون عجبكم. نسلم عليكم بزاف وإن شاء الله نشوفكم بخير. بسلامة.